بعد انتهاء تصفية كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب 2025، تبين أداء ونتائج المنتخبات العربية رغم نجاح أغلبها في التأهل للنهائيات. منتخب مصر تصدر المجموعة الثالثة في ختام التصفيات دون هزيمة، محققاً 14 نقطة في رصيده بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات، حيث تغلب على موريتانيا ذهاباً وإياباً وعلى كاب فيردي بالقاهرة وبوتسوانا خارج أرضه، وتعادل خارج أرضه مع كاب فيردي ومع بوتسوانا بالقاهرة في المباراة الأخيرة. وقدم منتخب الفراعنة أداءً جيداً وفرض سيطرته على أغلب مباريات التصفيات، وظهر نجومه بمستويات رائعة تحت قيادة فنية للمدرب الوطني حسام حسن. كما قدم منتخب المغرب أداءً قوياً طوال مشواره في التصفيات، رغم أنه متأهل سلفاً كونه البلد المنظم للبطولة. أسود الأطلس حصدوا العلامة الكاملة في المجموعة الثانية للتصفيات برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات ذهاباً وإياباً على الجابون وليسوتو وإفريقيا الوسطى. على الجانب الآخر، لم يقنع المنتخب التونسي جماهيره رغم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا في وصافة المجموعة الأولى، وحصد منتخب تونس 10 نقاط حيث تغلب على مدغشقر ذهاباً وإياباً وعلى غامبيا خارج أرضه، بينما تعادل مع جزر القمر خارج أرضه وخسر منها على أرضه، إلى جانب الخسارة الأخيرة من غامبيا على ملعب رادس. ولم يقدم المنتخب التونسي الأداء المنتظر منه خلال التصفيات، ولكنه تأهل في النهاية على أمل تحسين الصورة في النهائيات.